هذه راهي مهدية ليك يا الحاج محمد الصبيحية. حقارين نتغاو في هذو السنين واللي وفرعين تاهو بالحقرة حقرة يا سمعين في ذي الوقت الشين قوم الحقارين حسبوها شهرة حقرة تعدي الخاص للنار تودي والبوجه تيجيه يا قبزة وشطارة حقرة عيب وعار يا ناس الحضار نظم الاشعار شافيه واعطى اشاره هذه راهي مهديه اصحاب لي باركين تاع ابو قدير كونترا كاع الحقاري شفنا بعض الرخاص عاميهم وسواس عداو على الناس شتموا معيا راما حقرة نقمة غير ظلمة في ظلمة من يدعم طول عمره ما يبرانا حقرة هم خشين عذاب الدارين خسران المبين دنيا وآخرة حقرة ظلمة دخلت كل جهنم يوم القيامة يتنادي سقارة نادي للحقار ما قاموا في النهار تاع فرعون الجوار جد الحقار حقره نيرنا متعدى على الجيران وصبح تعبانه محترمش الجوره حقره مصيبه يا بنادم ترابه عجل التوبه يا الدنيا غداره دنيا مزروبه غمامة مسحوبة دار التوبة غريب ليك على شعرها يا خويا مروان ومحمد البلاطري هيا خويا الحاج حبال وخويا معمر بالرياحي حقرة عذاب توب للحي الواهب قبل ما تفرش التراب اغطاك الحجرة حقرة ثم تبان يا العبد الغلطان تصبح ندمانة ما تفيدك معذيرة حقرة هم وغم حذر يا مسلم من يفهم يحارب الدنيا المرة حقرة شر كبير خير ابو تدمير ما فيهاش الخير يا شينا مجرارة حقرة شر كبير خراب وتدمير ما فيهاش الخير يشينا مشرارة حقرة شينا أصحابها ناس خشينا منهم نبينا أطهر يتبرى حقرة هلك خالق دنيا وصامت ماذا يرجع عند عظيم القدرة الحقارين نتغاو في هذو السنين ولا وفرعين يوم تاهو في الحقرة